مساء الخير على الجميع ومساءكم جميل في حلقة جديدة من برنامجكم قانون اللعبة، واستكمال للحلقة الماضية لرياضة الكيوكشن كاراتيه، وحديثنا كان عن أبرز القوانين بداية من تاريخ نشأة هذه اللعبة وصولا إلى خلينا نقول بعض الأشياء الرئيسية الخاصة من ملابس وألوان، وخلينا نقول كيو وصولا إلى الحزام الأسود ومتى توصل والمدة الزمنية اللي تقضيها. فالمشوار الطويل لازم تتعب على نفسك عشان تكون صاحب اللون الأسود على خصرك، تربطه وتفتخر في هذا الحزام، ما هو لون عادي وتمشي فيه، لا هو شيء تفتخر فيه لنفسك لأنك أنت قضيت مدة طويلة برياضة أنت حبيتها وصعبة في نفس الوقت، ولكن بالنهاية أنت من بعد ما كنت تلميذ أصبحت مدرب. حديثنا أكيد راح يكون أكثر وأكثر وأكثر، لكن بعد ما تعرف على سيرته الذاتية كابتن مصعب الحساوي وراتين. ارجع وارحب في الكابتن مصعب الحساوي حكمنا الدولي والمدرب الوطني، حياك الله كابتن مصعب. الله يحييك ويسلمك. يسلمك يا ربي. يعني انا بدخل بتفاصيل ثانيه، اوزان لكل خلينا نقول فئه، اكيد وزن عشان تدخل مسابقه او تدخل خلينا نقول بطولات. كم وزن عندكم في الكيوكشن؟ طيب البطولات طبعا هذا ستاندرد دولي بالنسبه للكيوكشن كاراتيه، عندنا فئه الناشئين، عندنا الرجال، عندنا سينيور اللي فوق 35 سنة، عندنا فئة البنات. حلو. طبعاً الصغار لي 8 سنوات ما في أوزان، لأنه متقاربين بين الأوزان والعمر فيصيرون بدون أوزان. تمام. 9 سنين وفوق في أوزان، مثلاً تحت 25 وزن، فوق تحت 35، أوكي. فوق 35 مثلاً. الرجال عندنا تحت 70 وزن، تحت 80، تحت 90 وزن مفتوح، فوق 90. حلو. عندنا النساء وزن تحت 55 وفوق 55. بس. هذه الأوزان، وعندنا سينيور اللي فوق 35 سنة. نعم. بس ازيد شغله بالبطولات غير الاوزان، عندنا احنا نهتم بالواقيات، عندنا الناشئين ل 16 سنه يلبس واقي ايد، واقي راس، واقي ريل حمايه. حلو. ولكن فئه الرجال 18 سنه ل 35 سنه هذا بدون واقيات، لانه يكون طبعا فت ويكون جاهز. اسمه اي جاهز. فوق 35 سنه هو سينيور، كبار شوي نسميهم كبار بالعمر، طبعا مو كبار بالعمر بس نسميهم سينيور. نعم. يلبسون واقيات، هم حمايه لهم. حلو. حماية حق اليد وحق الريل وحق الراس. ما شاء الله 35 هذا متعافي يعني بعزة. متعافي بس إيه؟ مثل 18 يا 35 أنت تكون مستمر باللعبة. صح. تكون وصلت مرحلة خلاص فوق 35 شوي تهدأ يعني. توصل. العضلات شوية ترحل. مو العضلات يعني أنت بتصير مدرب. إيه. فما تبدش تحوش كصابات وراك تدريب وراك صالة وراك لاعبين، فتكون ندير بالهم بالنا عليهم أكثر. حلو. فهذه الأوزان وهذه ال أكثر فئة عمرية شادة حيلها في اللعبة أيها؟ من 18 ل 35. أوه. أي. يعني حيلك فيهم. حيلك فيهم. إذن بروح من بعد الأوزان أروح إلى ال على قولتهم الاختبارات. طريقة الاختبار شلون تكون؟ يعني نظرة المدرب للاعب، تدري تو اللاعب شوي يدخل سواء بهالعمر بهالفئة يعني بهالوزن. المدرب عاد له نظرة حق اللاعب. صحيح. بعدها يقول له والله أنت بعد 3 أشهر بالإمكان أنك تدخل اختبار، لا والله أنت بعد سنة يبيلك تدخل، أنت يعطيك العافية تقدر تختار لك لعبة ثانية أفضل لك، فكل مدرب له نظرته. صح. مرات تضبط ومرات عاد ما تضبط. صحيح. لكن إحنا نقول اللي تضبط وياه شلون تعطيه هذا الطريق. نعم. تقييم الاختبار أو النتيجة بعد الاختبار يحددها المدرب طبعًا. نعم. ليه الحزام؟ البني. أي. البني وانت صاعد تكون في لجنه، لجنه من 3 مدربين. حلو. او برانشي في الكويت والشرق الاوسط. أي. او يكون يسويها باليابان او بالكويت ما في مشكله، ولكن من البني وصاعد يكون في لجنه. نعم. مش مدرب بروحه. رسميه. رسميه. حلو. من الابيض او البرتقالي نقول ليه البني، ليه الاخضر يعني ثاني. أي. هذا من المدرب مع لاعبينه بالصاله. تشجيعيه هذه؟ مو تشجيعي، لا 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 ما في تشجيعي، لا ما في حزام تشجيعي. لا لا, لا ماكو تشجيعي، هذا اختبار. جميل. هو اللاعب لما يتدرب يبي شيء بعد تدريبه. صح. بعد انجازه. نعم. يبي يشوف انجاز. صح. والمدرب يرقي من الحزام مثلا الابيض للبرتقالي او البرتقالي للازرق على حسب اجتهاده باللعبه. كلامك سليم. حسب تدريبه. نعم. حسب لياقته، حسب الفايت. انا ما يصير ادش عندي لاعب مثلا ابيض يبي ياخذ برتقالي اعطيه الحزام ومثلا ما يعرف يلعب فايت، ما يعرف يحمي راسه مثلا، ما يعرف يسوي الكاتا صح.
يزيد احنا كمدربين نزيد الدقة والتركيز على اللاعب. يعني اول كم عن نفسي انا مثلا من الحزام الاصفر حزام برتقالي والازرق اشوف اللاعب الاساسات تسويها صح، كفايت صح، ككاتا صح، اساسيات صح، تمام، ومواظب بالتمرين، ملتزم بالحضور، حلو، نحطي الحزام حلو. بس من الاصفر ونصاعد لا، يصير تركيزنا اكثر عليه، الطاقه تكون صح، فنياته، الدفاع يكون صح، التكنيك يكون صح، التكتيك باللعب الفايت يكون صح، حلو، حافظ الكاتا صح، الوقفات مضبوطه. عندنا بعض المسميات اليابانيه، ايه، بعض الطقات بالياباني، بعض الوقفات بالياباني، الارقام هذه مهمه اني اعرفها، حلو. فكل ما يزيد حزامه تركيزه يصير اكثر، يعني مثل حزام الاسود من واحد دان لاثنين دان او اثنين لثلاثه، اثنين دان لثلاثه دان، نعم. هذا يصير مثلا سواء بالكويت او برا يصير لجنه، نعم، عندك مدربين، عندك لاعبين كبار، حلو حلو، لازم تكون جاهز عشان تاخذ حزام. زين ليش يتعلم اللغه اليابانيه؟ ليش مو اليابانيين نفسهم يتعلمون اللغه العربيه؟ طبعا احنا ما نتعلم اللغه اليابانيه، احنا نتعلم بعض الاساسيات اليابانيه عشان تفيدنا باللعبه، نعم. يعني مثلا طبعا اليابانيه ما يصير عشان ما يطلع برا مثلا بالبطولات، طبعا اذا راح معسكرات ايه؟ يفهم المدرب ايش يقول، لان هاي يصير ستاندر. اوكي، الياباني ما راح يتكلم عربي لان عنده اكثر من لغه ما يقدر يتكلم، وهذه لعبتهم الاساسيه بس احنا قاعد نلعب لعبه يابانيه لازم نتعلم. لو رحنا معسكر، لو رحنا بطوله، انا عارف الحكم شنو يقول، عارف معسكر المدرب شنو يقول. فاللغه الدارجه في اللعبه اللغه اليابانيه، حق الجميع، حق الجميع، ممتاز، ستاندر الحركات، الاشياء البسيطه، الوقفات، عشان ما اسمع مثلا المدرب يقول لي مثلا بالمعسكر يلا سوي الحركه الفلانيه، اعرف شنو الحركه، حلو، ما اشوف اليمي وانا اضيع، حلو. فلازم بعض المسميات يعرفونها اللاعبين، تمام. طبعا الارقام هذه نقطه وايد مهمه انت تفضلت فيها. اللاعب الخواف او الخايف من اي حركه، المدرب هنا انا دورك شلون تجيبه الى اللعبه؟ ما تبي يروح منك، تحس خامه طيبه بس للحين في خوف، في تردد، يبي ما يبي اللعبه، فانت وشايفه الخامه ممتازه، هذا جيده، هذا حق اللعبه صح، بس شلون تجيبه الى اللعبه وتحببه فيها؟ طبعا هي اللي دش اللعبه، طبعا وايد ناس سواء صغار وكبار ما عارف شنو اللعبه، في ناس عندهم فكر، نعم، يشوفها باليوتيوب مثلا، بالتليفون، بالتلفزيون، فمو عارف صح، يقول بجرب، ايه، اللي ما عنده فكره ويجرب عندنا شلون نجذبه، ايه، اول شيء اول ثلاثة اشهر شلون نحببه اللعبه، نعطي الاساسيات ونفهمه شنو فائده اللعبه، هي اللعبه تعطيه ثقه بالنفس صح، تعطيه ليونه بالجسم، تعطيه تقويه حق الجسم، نعم، تعطيه تقويه دفاع عن النفس، دافع عن نفسه، عن اهله، خصوصا صغار نعلمهم صح، دافع عن نفسك، عن اهلك، الكبار سافر، نعم، صار له موقف. طبعا احنا فنون قتاليه هي دفاع عن النفس مش هجوم على الناس صح، دائما نفهمهم من الصغار والكبار صح، هي دفاع عن النفس، احد تعرض لك شلون تدافع عن نفسك وتسيطر عليه، نعم، بس ما تروح مثلا انت اللي تبدا بالهوشه، تبدا بالطيق، لا، احنا نعلمهم عكس الشيء هذا. فتفضل، إيه؟ لا لا كمل كمل. فلما يدش اللعبه، نعم، سواء صغير او كبير، شلون نحببه؟ نعطيه الاساسيات، ممتاز، نعلمه شنو اساس اللعبه، اول ثلاثة اشهر نعلمه شلون الحركات، حلو، شلون جسمه يتغير، وراح يشوف نفسه من الشهر الاول للشهر الثالث تغير جسمه، جميل، النفس تغير عنده، اللياقه تغيرت عنده. من اي عمر هذا كابتن مصعب؟ في مدربين ياخذون من 3 سنوات، انا شخصيا من اخذ من 5 سنوات، لان اشوف من 3 سنوات ل5 سنوات يكون يبي يلعب اكثر، ايه، مجرد حركه لعب. حركه يبي حركه، يبي يتحرك، 5 سنوات لا، تركيزه يزيد. انا من 5 سنوات عندي ل10 سنوات او 12 سنه ادخل ما بين التمرين وما بين اللعبه، حلو، عشان نحببه زياده، نعم، مثل ما في تمرين وفي شد، لا، بعض التمارين في لعبه، في اشياء فيها تركيز مسليه حقهم، فمنها يستانس ومنها يستفيد بالتمرين، حلو، فكذي نحبب الصغار، بس الكبار لا، الكبار نعلمهم يحتاج شنو اللعبه عشان يحبها. بس ليش يقول لك العمر الصغير بعد تو الناس عليه ويستوعب من عمر 7-8 سنوات هذا فت انه يكون بيرفكت حق اللعبه؟ والله لا، مو الكل، انا عندي لاعبين 5 سنوات، نعم، ما كمل 6 اشهر استوعب اشياء كثير باللعبه اللي اكبر منه ما استوعبوها، ما شاء الله، اي، حتى الفايت والكوميتي عنده تطور، حلو، حتى الكاتا حفظها بسرعه، فهو حسب استيعاب اللاعب، حسب قوه المدرب بالتدريب، جميل، وشلون يفهمهم، فحسب المدرب واللاعب. هذا الجانب التدريبي اللي احنا يمكن سولفنا فيه كابتن، نعم، مصعب، انت حكم دولي، فلا حديثنا في الحلقة القادمة، نعم، عن الجانب التحكيمي، عدد الحكام، نقاط الكاتا، شلون تحسب النقاط للفايز بإذن الله، وشلون يتأهل وياخذ الذهبية والفضية والبرونزية. الوعد وياكم مشاهدينا الكرام
في الحلقة القادمة مع كيوكشين كاراتيه. فما الله.